بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد ووركس سيموليشن توري. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد، والتمرين بتاعنا تحت بند شابتر رقم 6 الخاص بموضوع 3 دي اليمنت. في المثال عندنا كانتليفر، والكروس سيكشن بتاعنا عباره عن تي سيكشن. الابعاد بتاعته كلها بالمليمتر، سواء بقى للارتفاع بتاع الويب اللي هو عباره عن 250 في السكنس 50، والفلانجه ب 200 والسكنس بتاعها بال 50. معرضه لحمل قيمته 100 كيلو نيوتن ومصنوعه من الستيل، والطول بتاع الكانتليفر كان عباره عن 1 متر. بقى ده شكل الكانتليفر عندنا ومعرض للفورس، وشكل الكروس سكشن زي الشكل اللي قدامنا ده. هنبدا نحسب ايه؟ نبدا نحسب بقى الاسترس، ونبدا نحسب معامل الامان. الكلام ده نقدر نعمله ازاي؟ احنا اول حاجه رحنا رسمنا الشكل بتاعنا. شكل الكروس سكشن بتاعنا كان شكل اللي هو شكل حرف التي. لو احنا بصينا عليه كده هتلاقي عندك هنا ايه؟ اللي انت عندك الطول ده كله عباره عن 200، والسكنس ده عباره عن 50، والارتفاع ده كله عباره عن 250، وبعدين بتبدا نعمل الامر اكسترود ونديله امر الطول اللي هو عباره عن الواحد متر. خطوة بعد كده بنبدأ نخش على المديول الخاص بالمحاكاة الخاص بالسيميليشن والاستاتيك، يعني احنا شغالين في الاستاتيك في الحالة اللي قدامنا، وبنبدأ نعمل علامة صح. وبعدين أول حاجة نعرف الماتيريال، فنقدر نختار نوع تاني من أنواع الماتيريال، وتعالى بقى نختار بقى التثبيت. فأنا عندي هنا كانتليفر، ففي جسم متثبت وجزء تاني عليه الحمل. اختار الايدج دي اللي تكون عليها اللود، وهقول له ان الفورس اللي عندي قيمتها ب 100، وابدا اعمل علامه صح. بالتالي يبقى انا كده عملت الباوندري كونديشن سواء للتثبيت سواء للاحمر. تعال نعمل بقى كرييت لعمليه المش، ونبدا نعمل علامه صح، وبعدين نبدا نعمل رن للمساله اللي عندي. طبعا المساله اللي عندنا مساله سيمبل خالص، الفكرة كلها في اللي انت بتبدأ تعمل. تعالى بقى نشوف النتائج. طلع عندنا ب 119 و3 من 10 ميجا باسكال، ده قيمة الإجهاد بالنسبة لنظرية بونز. نعمل انيميت ونشوف الشكل اللي عندنا. وقيمه الاصطاله طلع لي ب3، وتعالى بقى معامل الامان. معامل الامان طلع لنا بقيمته كام؟ معامل الامان طبقا للماده اللي احنا شغالين عليها، طبعا هنا الجلد بتاعها صغير، فتعالى نختار ماده ثانيه، وهقول له اعمل لي رن ثاني للمساله اللي عندنا. ادي معامل الامان طلعنا ب1 و8، لان قيمه اليلد عندنا بقيمتها ب220. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.